صباحكم خوتي، مساء الخير. لكم حاجة الأولى نشكر كامل 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 اللي اتصلوا بنا وعيطوا لنا وسقسوا علينا، سواء اللي بارطاجاو لا فيديو. نقول لكم يعطيكم الصحة بزاف بزاف بزاف، وميم سي ما قدرتوش تجوني بصح حنا حتى كاعتقلونا انتم قمتوا بالواجب، حنا بديناها انتم كملتوه. يعني سمحوا لنا ثاني حتى للشعب الجزائري، هذا أقل حاجة واش قدمنا نقدموها للجزائر. قلنا واش كاين في كلمنا في غلبنا وتقلونا عرفتونا شيء عادي نورمال، لكن الحمد لله اللي قالك ضربوهم ولا ما ضربونا، ما تعدوا علينا، ما قولنا حتى كلمة عيانة، فاتوا سباسوا فوتناهم قسرة وضحك في الداخل. كاين يشكرونا، كاين الرأي تاعهم خلاو عنا، وكاين حتى عاون أمنوا شكرونا قلنا يعطيكم الصحة، حتى حاجتهم ما قدروش يديروها. فهمت دونك خاوتي، يعطيكم الصحة، وهذه كما قلت لكم أقل حاجة حنا نقدروا نديروها.